طمن رست بشواهد على الملكة الأولى للتوارق، تنقلنا إليها عفاف النوح. شمال غرب مدينة تمنراست وبالضبط في بلدية أبلسة يقع ضريح تنهنان مبني من الحجارة وبشكل بيضوي. من يقف على هذه الحجارة لا يصدق أنه كان بها 11 غرفة. يعني اسم تنهنان، يعني اسم تنهنان صاحبة الترحال، ونحن نعرف على تنهنان أنها تنهنان ملكة، ملكة جاءت من المنطقة بالضبط اسمها تفيلالة، جاءت عبر الصحراء حتى استقرت هنا، وإن كانت ظروف الحياة ملائمة لم يتبقى من هذه الملكة إلا تاريخها. ناصبة الخيام تنهنان، المرأة الملكة التي ظلت شوكة في حلق المستعمر، كانت ترقد هنا، لكن بعد 1925 عندما اكتشفت صارت رفاة حرة ترقد الآن بمتحف الباردو بالعاصمة، ومعها ممتلكاتها من الذهب والجواهر. فأبلسة لفظ ترجي معناه أخذ من تهديم أطراف الموارد المائية، يعني إبلست أي تهدمت، لكن الملكة المسافرة عادت وما تهدمت واستقرت بالعاصمة. والسفر بتوقيع